طبعا اليوم راح نسوي كيك بالبرتقال. فالمكونات هي كوبين ونص طحين، كوب ونص شكر، 3/4 الكوب زيت، كوب عصير برتقال، واستخدمت وياه شوية تانك، حطيت تقريبا بمقدار خاشوقة مال اكل على مود اللون، قشر برتقال مبروش، زبد ربع كوب، 2 بيكنج باودر، و1 فانيلا، و4 بيضات. هذه هي المكونات. طبعا هسه اول شيء طريقة العمل، راح اضيف الشكر، واضيف الفانيلا، واخلطهم. طبعا هسه ورا ما صار المزيج ابيض امتزج زين، هسه راح اضيف عصير البرتقال، واضيف قشرة البرتقال، واضيف الزيت شوية شوية، واني اخلط. هسه طبعا ورا ما خلطناهن، هسه نبدي نضيف الطحين شوية شوية. هسه طبعا ورا ما امتزج، هسه راح نحط 2 بيكنج باودر. هسه القالب مدهون بزبدة وطحين، وهسه راح اضيف الكيكة. طبعا هسه ورا ما حطيتها بالقالب، انا حاط الفرن مشغلة على حرارة متوسطة، وهسه ندخل الكيكة بالفرن، وطبعا انا بس من جوا مشغلة. طبعا هسه هاي الكيكة وراي ما خلصت، طبعا كلش اسفنجية وطعمها كلش طيب.